هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على منح الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا للأطفال من سن 5 سنوات لسن 11 سنة. ده بتقول إن هو علشان مقاومة المخاطر المحدودة اللي بيواجهها الأطفال من فيروس كورونا. خلينا نتعرف أكتر على هذه التفاصيل من الدكتور أحمد سلمان، عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا في جامعة أكسفورد. صباح الخير يا دكتور. دكتور صباح الخير يا فندم. يعني في الحقيقة يمكن الجرعة التنشيطية دي مش بس كمان للأطفال، كمان لكبار السن. كنا لسه بنتكلم عنها في حلقة قبل كده من صباح الخير يا مصر، إنه مهم جدا الجرعة التنشيطية، لكن كمان الأطفال دلوقتي مهم إن احنا نهتم بالتطعيم ليهم، لأنه كتير كنا في الأول بنقول مش مهم السن الصغير إن هو يتطعم، لكن النهاردة عشان نقي ونحمي ولادنا من أي مخاطر أو أي إصابة من كوفيد، طبعا بنتمنى أن الناس كلها تهتم بهذه الجرعة التنشيطية، وأكيد ضيفنا هيكلمنا أكتر عنها. صحيح، وهي قصة مش كوفيد، ده هو كمان بقى متحور في أوميكرون فهو كل يوم بيعمل أبديت الفيروس. خلينا نروح للدكتور أحمد سلمان، عضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا في جامعة أكسفورد. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك استاذ مصطفى، واهلا استاذه بسنت والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. الناس ربما بتسال ندي ليه الاطفال لقاح ونديهم كمان جرعه تنشيطيه من هذا اللقاح، ده مهم فعلا يا دكتور؟ تمام. طبعا دلوقتي دايما كان في تخوف في بدايه الوباء ان احنا اللقاحات دي هيتم استخدامها على الاطفال او لا، وامانها وفعاليتها وكل الكلام ده. عدى علينا دلوقتي اكثر من سنتين اللقاحات بيتم استخدامها في البشر، واكثر من سنه ونص خارج نطاق التجارب السريريه، واللقاحات اثبتت امان وفعاليه عاليه جدا سواء على الاطفال او على يعني الفئات الاخرى حتى من اصحاب بعض الامراض. عايزين نتعامل مع لقاح الكورونا دلوقتي زي اي لقاح تاني، يعني ما فيش تخوف دلوقتي من اعراض جانبيه غير مفهومه او دراسات غير كافيه او يعني فعاليه غير مفهومه. الكلام ده خلاص دلوقتي بقت يعني اسباب غير مقنعه ان انت تسمعها من الناس ان هي تقول لك انا لا انا عندي تخوف من اخذ اللقاح. بالنسبه للاطفال تحديدا، دلوقتي الاطفال في الغالب الإصابة عندهم بتكون يعني خفيفة لمتوسطة، ولكن بيظل عندنا طبعا في فئة منهم ممكن يكون عندهم بعض الأمراض المناعية. صحيح. اللي ممكن تخلي الإصابة تكون خطيرة أو يعني حرجة. أهم من ذلك الأطفال في سن المدارس طبعا بيبقى سهل جدا انتقال العدوى بينهم نتيجة طبعا مشاركتهم من الألعاب ونتيجة يعني طريقة العلاقات الاجتماعية بينهم في التعامل. ده بيخلي الأطفال يعني ناقلين ممتازين جدا للعدوى، وفي الآخر ممكن ينقل العدوى للفئات الأكثر عرضة من كبار السن أو أصحاب المناعة الضعيفة. دايما بيبقى فيه تخوف طبعا من فترة الشتاء، يعني فيروسات الكورونا بقالها معانا تقريبا 70 سنة، هي يعني من فيروسات البرد الموسمية العادية. في تقريبا أكثر من 13 نوع من فيروسات الكورونا اوريدي يعني بالفعل موجودة وبنتعايش معاها، وبالتالي فيروس الكورونا المستجد في الوقت الحالي بقى يعني بعد تكون مناعة مجتمعية بصورة عالية دلوقتي نتيجة اللقاحات نتيجة العدوى الطبيعية خلال العامين الماضيين، بقى يعني من الفيروسات اللي تقريبا مستوطنة وهتستمر معانا ولازم نتعايش معاها، وبالتالي هيبقى دايما في تخوف انه فترة الشتاء يعني اعتباره كفيروس برد موسمي اكيد هتزيد يعني العدوى، هتكون شدة الإصابة ممكن اكثر قليلا، احنا بقى وحظنا ممكن تكون متحور اشد، ممكن يكون متحور اضعف، وبالتالي مهم جدا ان احنا يكون في نوع من انواع الجاهزية لتقليل فرصة الانتشار في الشتاء عن طريق تطعيم طبعا الفئات الأكثر عرضة وحتى الأطفال، لأنه هم ناقلين جيدين، وبالتالي ده ممكن يعمل فترى يقلل الحالات الحرجة عموما وحالات الإصابة. طب دكتور احنا بنتكلم ان احنا في الموجة السادسة، ايه سبب ارتفاع تاني عدد الإصابات بعد انخفاضها؟ هو تاني الموضوع في الآخر بيعتمد على عاملين أساسيين، فكرة الظروف المواتية للفيروس، وطبعا جايز أهمها هو
يعني فترة الشتاء، لأنه في فترة الشتاء في الغالب بيبقى الجهاز التنفسي يعني نتيجة برودة الجو والعادات حتى المعيشية، إن الناس بتتجمع في أماكن مغلقة والكلام ده كله، فده بيزود من فرصة حدوث الإصابة. الحاجة الثانية طبعا التحورات اللي ممكن تظهر عندنا، وفي الغالب نتيجة الإصابات الكثيرة بتكون فرصة تكون التحورات أيضا عالية، لأن التحور ما هو إلا خطأ بيحدث في الفيروس نتيجة يعني تكاثره. فكل ما كانت فرصة تكاثر الفيروس وإحداث العدوى أكثر كبيرة، هتكون فرصة حدوث الأخطاء وتكوين، يعني لأن الطفرات دي بتحدث بصورة عشوائية جدا، وبالتالي لحد ما يتكون يعني عن طريق الصدفة فيروس له تركيب جيني معين بيديله صفات مميزة تخليه أكثر في الانتشار أو أكثر في الفعالية أو حتى الشرس. طب يعني سؤال أخير يا دكتور، هل الفيروس أصبح أكثر شراسة، ولا نقدر نقول ان دورة حياة الفيروس بتنتهي؟ لان في نظريات كتير في هذا الامر، ان التحور لما بينتقل من جهاز تنفسي لجهاز تنفسي، في ناس تقول لك ان هو بقى اضعف، في ناس تقول لك ان هو ممكن يتحور ويبقى اقوى. عندنا العلم بيقول ايه، او الجهات البحثية قالت ايه؟ المعلومات اللي موجودة في الوقت الحالي بتشير انه الفيروس بقى اقل في الشراسة، جايز اسرع في الانتشار، وده يعني حتى يعني بيتماشى مع فهمنا ل يعني علم الاوبئه. الاوبئه في الغالب بتبتدي نتيجه طفره تجعلها اكثر شراسه، تعمل يعني مشكله في الانتشار وحالات مرضيه كثيره، ومع الوقت بتبتدي تزيد سرعه الانتشار ولكن تقل الشراسه، ويبقى الفيروس نفسه بعد تكون نوع من انواع المناعه الطبيعيه، وحاليا طبعا مع تطور العلم وقدرتنا على احداث المناعه بصوره اصطناعيه وارتفيشال عن طريق اللقاحات، بتخلي الفيروس بعد كده يستوطن ويتعايش، ويبقى يعني الاصابه فيه في الغالب بتكون اقل حده واقل شراسه، وده اللي يعني تم اثباته بالفعل في مثلا متحورات اوميكرون، بالرغم من ان هي اسرع كثير في الانتشار ولكنها اقل في الشراسه، وبنعتبرها حتى انها نوع من انواع تحفيز المناعه بصوره طبيعيه. أي، اذا كان هناك مناعه موجوده نتيجه عدوى مسبقه او طبعا اللقاحات، وبالتالي بيكون ما فيش تخوف كبير من انه الحالات تكون حرجه او يعني تحتاج علاج او تدخل. صحيح صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا لمداخلتك يا دكتور. دكتور احمد سلمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا في جامعه اوكسفورد، شكرا جزيلا ليك.